فوزية فريدون مدير قسم الأنشطة الثقافية بإدارة رياضة المرأة. بالتضامن مع يوم المرأة العالمي في تاريخ 8 مارس، نظمت إدارة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي بطولة دبي المفتوحة للريشة الطائرة زوجي للسيدات. تقام هذه البطولة لأول مرة على مستوى إمارة دبي، والحمد لله شفنا إقبال كبير من مختلف مناطق الدولة، من إمارة دبي، من الشارجة، من الفجيرة، من أبوظبي، والحمد لله شفنا مستويات عالية صراحة وخبرة كبيرة في هالمجال. وهذه البطولة هي راح تكون بطولة تحضيرية للبطولة التي ستقام إن شاء الله بشهر أبريل، البطولة الدولية للريشة الطائرة للسيدات. منى السهلاوي من هيئة طرق المواصلات. الحمد لله اليوم توفقنا بالمركز الثالث. المشاركة كانت ممتازة، المستويات الموجودة في البطولة الحمد لله مستوى مرتفع أعلى عن المستويات الماضية. بطولة أتوقع حققت نجاح كبير باكتشاف مواهب أول مرة نشوفها، ومواهب وطنية، مواطنات الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله نمثل الدولة بطريقة حلوة وتناسب إمكانياتنا وتناسب إنجازاتنا، ونحقق المركز الأول بالبطولة العربية إن شاء الله. عاشب بنت بطل مبشر، نائب المدير العام المكتب التنفيذي لحاكم إمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. نبارك للفتيات على هذه البطولة، وأعتقد أنها الأولى من نوعها اليوم في دولة الإمارات، ونتطلع إلى مجهود أكبر من الفتيات كذلك في المشاركة في البطولة الدولية القادمة في شهر 4. مستوى ما شاء الله مميز، جهود جبار المجلس دبي الرياضي بإدارة مديرة البطولة والأخوات المنظمات والحكام، نتطلع بقيام كذلك اتحاد لبطولة كرة الريشة كذلك. شكراً.